بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل مع بعض دراستنا في رسالة روميا، والنهاردة هنبتدي الإصحاح التاسع. زي ما اتفقنا أنه الثمان إصحاحات الأولانيين في رسالة روميا بيكلف فيهم على صلب الإيمان المسيحي، إن إحنا تبررنا بالمسيح مش بأعمال الناموس. وإذا كان في قبل المسيح يهود وأمم، الاثنين كانوا تحت حكم الموت وتحت حكم اللعنة، والمسيح جه علشان يبرر الجميع. ازاي؟ انه يدخلوا فيه، يبقوا في شركة معاه، يتسكب فيهم روحه، يتعمدوا فيدخلوا العضوية جسده. وقلنا الآيات الجميلة بتاعت المعمودية كانت في الإصحاح السادس، ازاي نحن بنموت معاه ونقوم معاه وناخد فيه الحياة الأبدية. اعتمدنا إلى جسد واحد، أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. بالمسيح يعني في المسيح، داخل المسيح، زي ما يقول واحد بالبيت، بالبيت يعني جوه البيت يعني. فاعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، وبعد كده بقينا مؤهلين إن احنا يسكن فينا الروح القدس. ما ثبتنا في المسيح وانضمينا بالمعمودية إلى عضوية جسده، بقينا أبناء الآب بالتبني، لأن هو ابن الآب بالطبيعة والجوهر. فإحنا بقينا أبناء الآب بالتبني لأننا أعضاء فيه، وبقينا مسكن للروح القدس ويحل فينا روح القدس. وبعد كده المعمودية مش هي النهاية، المعمودية هي نقطة البداية في المسيرة. لازم نسلك سلوك حسب الروح بقى، حسب المعمودية اللي احنا اتعمدناها دي، حسب الخليقة الجديدة اللي احنا اتخلقناها في آدم الثاني اللي هو المسيح. انتمائنا لآدم الأول ضعف خالص، وبقى انتمائنا الهام جدا اللي احنا بنعيشه طول حياتنا انتمائنا لآدم الايه؟ الثاني اللي هو عضويتنا في المسيح، اللي هو رأس الخليقة الجديدة. واضح؟ كل ده في الإصحاحات الثمانية الأولانية. قبل ما يدخل في النقط العملية، طبعا القديس بولس الرسول دايما كان يحط المبادئ الإيمانية في الأول، بعد كده يتكلم على سلوكيات وحاجات مهمة ونقط عملية في الشهادة لهذا الإيمان اللي احنا مقيمين فيه. قبل ما يتكلم في النقط العملية، في موضوع كان الحقيقة وجع قلبه شوية، وجع قلبه كتير، فخصص ثلاث إصحاحات لي، 9 و10 و11. هما الثلاث إصحاحات دول بيتكلم على اليهود اللي هم ما أمنوش، وإن هم وجعين له قلبه. دول كانوا أكتر ناس جاهزين، أكتر ناس مهيئين، دول عندهم الأنبياء وعندهم الشريعة وتاريخ طويل مع ربنا، ربنا عطاهم عهود وعطاهم مواعيد ويتعامل معاهم، وكانوا مهيئين ان هم يقبلوا الايمان بالمسيح، ومع ذلك رفضوا. طيب يا ترى رفضهم ده ايه سببه؟ هل السبب جاي من ربنا ولا السبب جاي منهم؟ ورفضهم ده هيستمر ولا ممكن يكون فيه امل؟ ورفضهم ده وقبول الأمم للإيمان، انفتح الباب لإيمان الأمم على مصراعي، هل ده معناه أنه خلاص هم اترفضوا للنهاية، مش ممكن يرجعوا تاني؟ طب والأمم اللي قبلوا الإيمان دول، مش ممكن يكون في منهم ناس هترتد؟ بيناقش بقى الإيه الموضوع ده، وبيشرح قد إيه صلاح ربنا وحبه ودعوته للكل، لكن في ناس وبسهولة، يعني ما تيجوا نشوف في الإصحاح العاشر يقولك الكلمة قريبة من فمك وفي قلبك، محدش يقول لي أنا أصعد إلى السماء علشان أجيب المسيح، ولا أنزل إلى الهاوية عشان أصعد، ده جنبك، ده في قلبك، ده في متناول إيديك، كل حاجة في متناول إيديك. لكن لما الإنسان بقى ما يؤمنش، لما الإنسان يرفض ويفضل الرفض ده مستمر، شيء محزن جداً.
وطبعا اللي هيحكي القديس بولس الرسول فيه في الاصحاح التاسع والعاشر والحداشر، قال القديس يوحنا الحبيب في انجيله الاصحاح 12، اصحاح 12 في ختام خدمة السيد المسيح بيقول ايه؟ يقول قال هذا وتوارى عنهم، النور توارى عنهم. ليه؟ يقول مع أنه صنع بينهم آيات، هذا عددها، لم يؤمنوا به. طب ليه؟ لأنه قلبهم غلظ وأذنهم ثقلت عن السماع وعينيهم لهم عيون بس ما بيبصروش، ولأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. حتى الناس اللي أمنوا وكانوا مش عايزين يعلنوا إيمانهم ده ويظهروا إن هم أتباع المسيح، لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. فطبعا شيء محزن إن الناس اللي المفروض مهيئة أبناء العرس يطرحون خارج ويأتون من المشارق والمغارب ومن الشمال والجنوب ويتكئون في حضن أباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وبنوا الملكوت يطرحون إيه؟ خارج. فاكرين الأمثال بتاعت السيد المسيح دي؟ ولا المثل بتاع ده مثل بتاع العرس، لما قال إنه المدعوين بعت لهم دعوة مخصوصة، قال كده الحق أقول لكم لا يذوق أحد من المدعوين من هؤلاء المدعوين عشائي، ولم كل الناس الغلابة ودخلهم، هم دول اللي اتمتعوا بيه. والتانيين يقول لك العرس مستعد ولكن المدعوين غير إيه؟ غير مستحقين. هم اليهود دول كانوا كده، يهود كانوا كده. فهو الحقيقة من حبه ليهم، أصل اللي محبة المسيح سكنت في قلبه، هو لسه كان بيتكلم في الإصحاح الثامن عن محبة المسيح، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ دي الحتة اللي احنا خلصناها يا دوبك وقفنا عندها. يبقى بيحب خلاص الناس كلها. المحبة الحقيقية ما تحبش حد يهلك، ما تحبش حد يضيع، تحب تجمع، ما تحبش تفرق، تحب كل الناس تخلص. عشان كده الكنيسة بتتشفع في العالم كله وتقول له اذكر يا رب خلاص العالم، خلاص هذا الموضع المقدس وكل المواضع. والشماس يقول صلوا من أجل خلاص العالم، فبنطلب من أجل خلاص العالم. ده اللي قلبه اتملى بحب ربنا فعلا، ما عندوش واحد مكروه، ما عندوش واحد منبوذ، ما عندوش واحد ما يستاهلش. احنا كلنا ما نستاهلش، هو خدنا من المزبلة وعملنا مع رؤساء شعبه، فاحنا المفروض ان احنا نبقى بندور نجمع معاه، نجمع معاه. تعالوا نبتدي نقرأ كده من الإصحاح التاسع حتة حتة. أقول الصدق في المسيح لا أكذب، وضميري شاهد لي بالروح القدس أن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع، فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد الذين هم إسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد ولهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد أمين. ولكن ليس هكذا حتى أن كلمة الله قد سقطت. خليني أقف هنا علشان ما مشيش في حتة مش واضحة لكم فهمها. يبقى هو بيتكلم كده من قلبه بوجع. انت مش فرحان يعني بخلاص الامم يا بولس؟ لا طبعا فرحان، فرحان جدا، لكن انا مش عايز حد يضيع.
مش عايز حاجة تبقى على حساب حاجة، حد على حساب حد. عايزين نضم الناس مش نستبعد حد. فأنا موجوع قوي، حزن عظيم ووجع في قلبي لا ينقطع. يعني عارفين زي ما يكون واحد كده عنده وجع في جزء من جسمه، الوجع ده ما بيقفش حتى ولو اتشغل في حاجة تانية، يفضل الوجع موجود، بس يعني ايه، هو مشغول في حاجة تانية، بعد ما يخلص انشغاله ده يحس بالوجع تاني، هو الوجع زي ما هو. فهو موجوع على الناس ديت، موجوع قوي، وجع في قلبي لا ينقطع. وبعدين بيقول انا لو حتى يا ريتني كنت حتى ابقى محروم من المسيح. ازاي بس تبقى محروم من المسيح؟ القديس يوحنا الذهبي يفهم، احنا بقى نقراها، بيقول يعني افهموا كلمه محروم، يعني محروم اللي هو اناثيما. اناثيما يعني زي اتفصل عن المجموعه. فبيقول انا مستعد اقبل ان انا اتفصل. طبعا هو مش هيفقد حب المسيح ابدا ولا يفقد ارتباطه بالمسيح، بس انفصل عن المجموعه، افقد يعني اي حاجه، لكن الناس دي تعرف المسيح. وبعدين بيعد 9 مواهب او 9 بركات كانت موجوده عند شعب اسرائيل. بص انا عايز اوصف لكم الموقف، بس تحسوا انه بولس الرسول ده واحد ايه، يعني شاعر ان هو في المسيح ترقى الى اعلى درجه ونال نعم روحيه عظيمه واتغنى بيها، واخواته بقى اللي زيه عايشين في التراب، فقرانين، هيهلكوا، بعيد عن الحياه، بعيد عن المسيح الحياه. فهو اترقى واتمتع وعايش في غنى وعايش في نعمة عظيمة، واخواته اللي من دمه ولحمه مرميين في التراب، ما زالوا في وضع العبودية، ما زالوا في وضع المذلة، ما زالوا في وضع الحرمان من السماء ومن الحياة. فطبعا حزين عليه. 9 بركات بيعدها ليهم. بيقول ايه؟ بيقول البركات دي كانت لشعب اسرائيل وللاسف ما استفادوش بيها. المفروض البركات دي كلها كانت بتهيئهم علشان يقبلوا المسيح، وللاسف ما استفادوش بيها. اول حاجه اسرائيليين يعني من ولاد يعقوب اللي واخد البركه، يعني ولاد برك، نسل برك، ابوهم واخد بركه الهيه. 2، التبني، ربنا تبناهم. ياه، اتبناهم حتى في العهد القديم. قال أي الإسرائيل ابني الايه، البكر. فاكرين لما قال لفرعون كده، قال له إسرائيل ابني البكر، لأن هو بكورة الشعوب كلها اللي تبناها ربنا علشان يشتغل فيها ويجي منها المخلص، يفتح حضنه للعالم كله. إسرائيل الابن البكر، أول شعب عرف ربنا معرفة حقيقية وربنا أعلن نفسه ليهم. إسرائيل هو الابن البكر. وحتى لما فرعون عصلك قال له بص، تطلق ابني البكر، اطلق شعبي، وإلا أنت بتدوس عليه وبتموت فيه، أنا هموت لك ابنك البكر. لو ما أطلقتوش أنا هموت لك ابنك البكر، لأن إسرائيل ابني البكر. يبقى نمرة 1 إسرائيليين، نمرة 2 التبني، نمرة 3 المجد. ياه، دول اطلعوا على مجد ربنا، ده شافوا مجد ربنا والجبل بيدخن والسحاب والنار والهيكل المقدس اللي كان ربنا بيحل فيه مجد، شافوا مجد، شافوا نار نازلة من السماء بتاكل الذبيحة في عهد سليمان وفي عهد إيليا، شافوا مجد ربنا معاهم في أثناء حروب، في أثناء حماية كبيرة ليهم، في أثناء في كل حاجة، شافوا مجد الحقيقة، شافوا أيام مجد. 4، عهود، عمل معهم عهود، وعهود مكتوبة ومكرسة بالدم، غير عهد الختان، عهد تاني لما عطلهم الشريعة
ورش عليها موسى الدم وقال لهم وذا جعلت أمامكم الحياة والموت، البركة واللعنة، اختار الحياة فتحيا. عهود ربنا عمل معهم عهود، عهد اللي هو العهد القديم، الاشتراع عندهم كانت تفاصيل الوصايا الإلهية والشريعة اللي كل محورها زي ما احنا عارفين المحبة، وكل فروعها الرحمة والمحبة والقداسة والعدالة، محبة القداسة العدالة الاشتراع، وكل التفاصيل ازاي يعيشوا، ازاي يعملوا رحمة، ازاي يسيبوا الحقول الأطراف بتاعت الحقول عشان الغلابة، ازاي يهتموا بالغريب ويعملوا زيهم بالظبط، وازاي الاشتراع كل الشرائع، وأيضا شرائع التقديس وشرائع التطهير في سفر اللاويين، وشرائع الأعياد والأفراح سفر اللاويين، هتلاقوا من 22 ل 24 كلها عن الأعياد، زي يعيدوا يفرحوا، عايزهم يفرحوا، وربنا عايز ايه، عايز ايه مننا غير انه يفرحنا. تشريعات وشرائع كلها بركة وكلها فرح وكلها عدالة وكلها قداسة وكلها محبة. يبقى إسرائيليون لهم التبني ولهم المجد ولهم العهود ولهم الاشتراع ولهم العبادة، عبادة مفرحة جدا، عبادة فيها تواصل مع ربنا وفيها تقديس وتمجيد لربنا وشركة مع السمائيين في تمجيد ربنا، ولهم المواعيد، أعطاهم مواعيد كتيرة، مش بس أرض الموعد، لكن أعطاهم مواعيد كتيرة وحقق مواعيد، هم كانوا دايما اللي يكسروا الاتفاقات، لكن ربنا طول عمره كان أمين معاهم. لهم المواعيد وجاي منهم موسى قايل لهم هيجي من وسط اخواتكم نبي تسمعون له، هو ده يعني طبعا إشارة للسيد المسيح اللي هو كمال النبوة او ختام النبوة، وهتلاقي طبعا النبوات كلها مواعيد، وذا العذراء تحبل ده موعد، يولد لنا ولد يكون هو رئيس السلام، يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا، كل النبوات دي مواعيد إلهية تممها ربنا. لهم المواعيد في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، وعد إلهي وهو صادق في وعوده، لهم مواعيد ولهم الآباء. طبعا كلمة الآباء كبيرة قوي، لكن لو حبينا نختصرها قوي الآباء الكبار، أبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وطبعا كل الأنبياء والآباء اللي كانوا بعد كده مميزين في التاريخ اليهودي زي داود والأنبياء الكبار وهكذا. ومنهم المسيح، ده آخر حاجة بقى، ده نمرة 9. يبقى احنا قلنا إسرائيليين، تبني، مجد، عهود، اشتراع، عبادة، مواعيد، أباء، ولهم من نسلهم المسيح. ياه، يعني بحسب الجسد هو يهودي، بحسب الجسد هو من عيلتنا من عشيرتنا كيهود، ده بولس الرسول اللي بيتكلم، يعني بيقول اهو من دو اخوات يجي منهم المسيح حسب الجسد، طبعا حسب الجسد حسب طبيعته الإنسانية، لكن عشان ما ننساش ان هو الله المتجسد راح ضاف بعدها ايه الكائن على الكل، ايه إلها مباركا إلى الأبد أمين، هو الإله الله المبارك. يبقى حسب الجسد هو من نسل اليهود، لكن بحسب لنا ست العذراء دي من بيت داود وأخذ الطبيعة البشرية منها، وبحسب اللاهوت هو ابن الله. يعني ليهم كل ده وللأسف فقدوا كل البركات دي. طب احنا بقى في العهد الجديد خدنا كل البركات دي بس بمستوى اعلى ومستوى روحي اعلى. شوف كده لو جينا نراجع اسرائيليون، هو هيشرح هنا ان مش كل الاسرائيليين يدعوا حسب الايمان، بقينا اولاد ابراهيم مش كده، بقينا اسرائيل الجديد او اسرائيل الله، في اسرائيل بتاع العالم وفي اسرائيل بتاع ربنا، إسرائيل الله، ده إكسبريشن كده كان قديس بولس الرسول بيستخدمه،
هتلاقوه في غلطية. غلطية 6 يقول رحمة وسلامة على إسرائيل الله. مين إسرائيل الله؟ يعني الكنيسة، يعني كنيسة العهد الجديد بقت إسرائيل الجديدة، إسرائيل الله بتاعت ربنا، غير إسرائيل اللي راحت للعالم واندمجت في العالم وعايشة حسب أهواء العالم. احنا بقينا إسرائيل الجديد، بقينا إسرائيليين من بمستوى روحي، بقينا شعب ربنا، شعبا مجتمعا، أمة مقدسة، كهنوتا ملوكيا، مش كده؟ بقينا إسرائيل جديد. 2، التبني، خدناه بمستوى أعلى بكتير بقى، مش كده إسرائيل ابن البكر يعني يدوبك يعرفوني، لا ده احنا دخلنا بقينا أعضاء من لحمه ومن عظامه، ثبتنا في المسيح وبقينا أعضاء في جسده، فبقينا أبناء الآب، بقينا بالنادي ونصلي ونقول له يا أبانا الذي في السماوات، وبنتعامل معاه كأب، وهو كمان بيهتم بينا كأب بولاده. خدنا التبني على أعلى مستوى، والابن يرث زي ما قرينا في الإصحاح الثامن، فالأبناء يرثوا. خدنا التبني بس مستوى أعلى بكتير من العهد القديم. ثالث حاجة خدنا المجد، ما فيش بعد كده، المسيح ظهر في الجسد وبقينا هنتمجد فيه، بس طبعا لازم نمشي معاه في طريق الصليب، لازم نمشي معاه في الطريق الضيق، إن كنا نتألم معه لكان نتمجد إيه معه. في مجد أعظم من اللي احنا فيه ده، في مجد أعظم من احنا بنتناول جسد المسيح ودمه، وإن احنا سكن فينا روحه. خدنا المجد على أعلى مستوى. شعب إسرائيل زمان كان بيتفرج من بره، لكن احنا بقى المجد جوانا، بقينا بنتمجد، هو بيمجدنا وياخد من يعني يسري فينا مجده ده، لأن احنا بقينا أعضاء في جسده. والعهود مش عهد بقى قديم أرض ولا شريعة ننفذها، لا ده احنا بقينا العهد الجديد بإيه؟ بدمه، مش كده؟ بدينا حياته، عهد حياة نثبت فيه بالتناول من دمه. هذا هو العهد الجديد بدمي، اشربوا منه كلكم، يعطى لمغفرة الخطايا. عهد حياة، عهد جديد، وعهد سماوي بقى، مش أمور أرضية، لكن في مجد سماوي. يقول لك السماء التي ننتظر منها مخلصا الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. فيليبي 3 هيجي يدينا المجد بقى. حياتكم مستترة مع المسيح فالله، فمتى أظهر المسيح حياتنا في المجيء الثاني يعني تظهر، حينئذ تظهرون أنتم أيضا معهم في الإيه؟ المجد، في المجد. كولوسي 3. فشوفوا قد ايه احنا في مجد. يبقى اسرائيليون، احنا اسرائيل الجديد، التبني بقينا ابناء الاب بثباتنا في المسيح وعضويتنا في جسده، المجد نتمتع بمجد على اعلى مستوى، مجد الهي موهوب لينا. العهود عهد جديد في المسيح بدمه، عهد حياة. الاشتراع بقت أكتب ناموسي في قلوبهم، مش زي بقى الاشتراع اللي هو الشريعة، ما بقاش بقى إيه حاجة بقى من برة، لا ده عهد جديد زي ما مكتوب في أرمية 31-31، ونقلها القديس بولس الرسول بالنص النبوة بالضبط في عبرانيين 8. أنا هعمل عهد جديد وهيبقى نواميسي وكلامي في قلوبهم وأضع روحي في داخلهم. الشريعة بقت جوانا فبقت بتدينا قوة للتنفيذ، غير شعب إسرائيل كانت الشريعة برة وهو مش عارف ينفذ لأنه عاجز لأنه ضعيف، لكن الشريعة بقت جوة. والعبادة طبعا بقينا بنشارك الملائكة والشروبيم والسرافيم، ومتى وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، وبقينا زي ما بيقول في القداس الغريغوري الكلام الجميل بتاع القداس الغريغوري، أعطيت الذين هم على الأرض تسبيح السرافيم
اقبل منا نحن ايضا اصواتنا مع غير المرئيين، احسبنا مع القوات الايه السمائيه. شوفوا النعمه اللي احنا فيها، العباده بتاعتنا عباده سماويه، فعلا عباده سماويه. ما اجمل القداس الالهي بتاعنا، مفيش حاجه على الارض تماثله، مفيش حاجه على الارض تماثله، حته من السماء، قطعه من السماء. اكيد انتوا عارفين قصه دخول المسيحيه لروسيا، عارفين ولا مش عارفين؟ عارفين القصه دي؟ دي قصه حصلت في التاريخ في القرن العاشر، في اواخر القرن العاشر. وكان انتوا عارفين روسيا في الشمال قوي قوي، جنوبها شويه اوكرانيا. اوكرانيا العاصمه بتاعتها كييف. كييف دي كانت العاصمه الكبيره في ذلك الوقت، ما كانتش لسه موسكو ازدهرت، ولا كانت العاصمه الكبرى هي كييف. كان في الامير بتاع كييف ده والامبراطور اسمه فلاديمير، في القرن الاواخر القرن العاشر حب، وزار كان متدين بس ما كانش يعرف السكه، فحب الامبراطوريه او الدوله بتاعته تدين بديانه. فقال لهم انزلوا كده جنوبا وروحوا لفوا في المناطق ودوروا واسألوا، عمل زي بعثة تلف في بلاد كتيرة في الجنوب، جنوب يعني جنوب أوكرانيا يعني، مش في جنوب أفريقيا يعني، لا جنوبها يعني على طول، فالحتة بتاعت آسيا الصغرى والحتة بتاعت أوروبا والشام. وقال لهم شوفوا كده الديانات الموجودة ورشحوا لي ديانة هي دي اللي فعلا تبقى طريق لله يعني. فنزلوا المبعوثين دول وجابوا له تقرير، دخلوا أماكن كتيرة، ناس بتعبد كذا وناس بتعبد كذا، وبعدين راحوا كنيسة أجيا صوفيا اللي هي حاليا ما زالت موجودة في اسطنبول، كانت وقتها اسمها القسطنطينية. فدي موجودة أثرية، موجودة حاليا عاملينها متحف، لأن حولوها جامع وبعدين حولوها متحف. دي موجودة من القرن الرابع، مبنية من القرن الرابع، ما زالت موجودة من أيام القديس يوحنا الذهبي الفم. وكان عملوا لها زي إضافات بسيطة يعني، عملوا لها المنارات الأربعة اللي حواليها حسب ما أنا رحتش، لكن قريت يعني التاريخ بتاعها. المهم راحوا حضروا قداس أرثوذكسي هناك بيزنطي، وحضروا راحوا جوامع شافوا الناس المسلمين بيصلوا إزاي، كل حاجة لفوا يعني. راحوا للأمير كتبوا له التقرير الفلاني الآتي، قالوا له احنا رحنا وشفنا ناس بتعبد ربنا باشكال متنوعه، في ناس كده ما ارتحناش للجو بتاعهم خالص، في ناس كده بيقعدوا يتحركوا كانهم في عفاريت حواليهم، وقعدوا يوصفوا يعني. قالوا له لحد لما رحنا الكنيسه بتاعه الارثوذكس اللي بتاعه اجيا صوفيا، بيقولوا احنا مش عارفين الخدمه اللي احنا حضرناها دي، خدمه الالهيه يعني القداس، الخدمة اللي احنا حضرناها دي احنا مش عارفين احنا كنا في السماء ولا كنا على الارض. المكان ده كان قطعة من السماء. وعلشان يعني تاخدوا فكرة، كان اللي حاضرين مش عارف كام كاهن وكام شماس، الشمامسة كانوا بالمئات والكهنة كانوا بالعشرات، كانت هي زار كنيسة كبيرة قوي، وكان في قداس كان في عيد او حاجة مش عارف، لكن رجعوا يوصفوا له قالوا له دول بتوع ربنا، دي فعلا قطعه من السماء، ده الايمان الحقيقي. فعلى طول راح باعت مكاتبه رسميه للبطرك بتاع القسطنطينيه وقال له انا عايز ناس من عندك يجوا يعلمونا الايمان بالمسيح. وفعلا بعتوا مبعوثين بشروهم وعلموهم وعمدوهم، وتحولت روسيا إلى المسيحية. الكلام ده سنة 988 في أواخر القرن العاشر. فالعبادة
قطعة من السماء هي اللي بتعبر عن إيماننا، بتعبر عن حياتنا الأرثوذكسية وإيماننا. العبادة القداس، القداس كل العبادات الليتورجية بتاعتنا دي قطعة من السماء، شركة مع السمائيين، وهي دي أجمل حاجة على رأي اللاهوتي اللي بيقول العقيدة تفهم من خلال العبادة. يعني من جوه العبادة نفهم العقيدة بتاعتنا، لأن احنا إذا قلنا إن قانون الإيمان اللي احنا بنقوله ده يعني حاجة زي ملخصة خالص خالص خالص، لكن ممكن نقول إن في قانون إيمان موسع جدا جدا هو كل الصلوات بتاعتنا. كل الصلوات بتاعتنا دي ده زي بمثابة قانون إيمان إيه؟ مفصل، ها؟ غير قانون الإيمان الصغير اللي احنا إيه؟ اللي هو صفحة واحدة اللي احنا حافظينه بنقوله في القداس، ده زي الملخص يعني. لكن كل عبادتنا وصلواتنا ده بتعبر عن إيه؟ عن إيماننا، واضح؟ فدي النعمة اللي احنا فيها. العبادة، يبقى احنا قلنا إسرائيليين والتبني بقينا أبناء الله، والمجد والعهود والشريعة بقت جوه قلبنا، والعبادة والمواعيد، مواعيد عظمى وثمينة. إيه هي دي؟ مواعيد إلهية. شوف القديس بطرس الرسول بيقول عليها إيه في رسالته الأولى، بيقول التي بها أقرأها لكم أحسن عشان خطر ناخد الآية كلها على بعضها. شوف يقول إيه بطرس الأولى الإصحاح الأول هي في آية في الإصحاح الأول وفي آية في بطرس الثانية برضو الإصحاح الأول. في الإصحاح الأول بطرس الأولى بيقول ولدنا الله حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث. شوفوا المواعيد بتاعتنا، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم. واضح إلى آخر الإصحاح. وبعدين في بطرس الثانية الإصحاح الأول برضو يقول إيه، يقول قدرته الإلهية قد وهبت لنا المواعيد العظمى والثمينة. قدرته الإلهية قد وهبت لنا، أنا آسف أنا نطيت سطر، قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة. إزاي هناخد الحياة والتقوى؟ لما نعرف ربنا. بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية. يا شوفوا المجد اللي احنا فيه، نصير بها شركاء الطبيعة الإلهية، إن احنا متحدين بالمسيح فهو شركاء الطبيعة الإلهية. فهنا بيقوله المواعيد ولهم الآباء، طبعا بقينا احنا كمسيحيين بقى لنا ميراث الآباء. مش كل واحد يقول أنا ابن إبراهيم، إذا كان ما بتعملش أعمال إبراهيم ما تنفعش تبقى ابن إيه؟ إبراهيم. الله قادر أن يقيم من الحجارة أولادا لإبراهيم، هو أقمنا أولادا لإبراهيم بالإيمان، فبقينا لينا الآباء بإبراهيم وإسحاق ويعقوب دول آبائنا، ومنهم المسيح حسب الجسد. طبعا إحنا يعني مش بس أعضاء في المسيح، لكن إحنا سفراء عن المسيح بنقدمه للعالم، سفراء عن المسيح بنقدمه للعالم، إحنا فم المسيح في العالم، إحنا وجه المسيح المشرق على العالم. يعني إيه إحنا أولاد النور؟ يعني إيه إحنا أنتم نور العالم؟ إلا إذا كان نور المسيح ينعكس علينا وإحنا نشرق به للعالم. إحنا مظلمين أصلاً، لكن إحنا نور العالم بالمسيح اللي منور جوانا اللي بينور للعالم. واضح كلام؟ شوفوا كلام جميل إزاي. فإحنا بقينا، هم بقى فقدوا كل ده، كل حاجة دي كانت ليهم وكانت هتبقى ليهم كمان بمستوى أعلى في العهد الجديد، لكن فقدوا كل حاجة لما رفضوا المسيح، لما رفضوا المسيح بكبرياء ومحبة للعالم فقدوا كل حاجة. يكمل ويقول ولكن ليس هكذا حتى أنا كلمة الله قد سقطت. يعني
مش معنى كده إن كلام ربنا ووعوده سقطت خالص وهم مش هيخلصوا خالص، أو هم يعني كده يعني زي إيه؟ فاكرين لما موسى اتشفع في الشعب، لما ربنا قال له بص دول ما عندهمش إيمان، بيقولوا مش هنقدر ندخل خلاص، وبيقولوا ليتنا متنا في هذا القفر خلاص، أنا هعمل منك أمة عظيمة وهم موتهم كله. فموسى قال له إيه؟ قال له يا رب يعني الناس تقول عليك إنك خرجتهم من مصر ومعرفتش تدخلهم أرض الموعد، الناس تقول إيه؟ يا سلام يا موسى، يا هو ربنا فايت عليه دي؟ ما هو ربنا مش فايت عليه، بس فرحان إن موسى بيكلمه، فرحان إن موسى يتشفع في الشعب كده. فقال له أيوه يا موسى، طيب وبعدين؟ قال له معلش، طب معلش أنت مراحمك كبير. قال له بص يا موسى، أنا عشان خاطرك بس اللي قالوا حكموا على نفسهم وقالوا إحنا عايزين نموت هنا في القفر هيموتوا، لفوا ورجعوا مش هتدخلوا دلوقتي، لازم الجيل ده كله يموت، وأولادهم اللي قالوا هيصيروا غنيمة هم دول اللي هيدخلوا ويرثوا. فمواعيد ربنا أمينة، لكن هو الإنسان، وكلمة ربنا مش بتسقط، لكن هو الإنسان اللي بيضيع الفرصة على نفسه هياخدها غيره، هو لو ضيع الفرصة على نفسه هياخدها غيره. كلمة الله مش هتسقط، هياخدها غيره. إذا كان المدعوين للعرس مش مستحقين هيلم اللي في الشوارع والغلابة والعرج ولم يدخله. فاكرين المثل الخطير بتاع الكرم والكرامين؟ ولما قال لهم إيه؟ قال لهم ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تصنع أثمار. الكرم ده اللي انتم ما عرفتوش تصنوه وما قدمتوليش منه ثمر وحبيتوا تغتصبوه لحسابكم وهو مش بتاعكم، انا اللي جبتكم وعطيتهولكم وجهزتهولكم وشغلتكم فيه وعطيتكم امتيازات، عايزين تاخدوه لحسابكم. ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تصنع أثمار. اهو كده ده اللي حصل بالظبط. فكلمة الله لن تسقط. فهنا هو بيقول ليس هكذا حتى أن كلمة الله قد سقطت، لا طبعا، لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون، ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد، بل بإسحاق يدعى لك نسل، أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، بل أولاد الموعد يحسبون نسلا، لأن كلمة الموعد هي هذه، أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابن، وليس ذلك فقط بل رفقة أيضا وهي حبلى من واحد وهو إسحاق أبونا. عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن مش كل الإسرائيليين هما إسرائيليون، لكن لو حد عنده إيمان هو ده اللي يبقى يستاهل يبقى ابن إبراهيم. وعلى فكرة راح حطت يعني زي تشبيه مقابل، قال حتى أولاد إبراهيم ما كانوش كلهم إيه؟ ولد الموعد ولا ايه؟ ربنا قال له بإسحاق يدعى لك نسل. لما مرة قال له ليت إسماعيل يعيش أمامك وخلاص أهو واحد موجود، قال له لا، ابن الموعد هو ده اللي يحسب ليك النسل من خلاله. طب ما أولاد قطورة ما كانوش يعني قطورة كانت زوجة ما كانتش جارية ولا حاجة، خلفت مش عارف ستة وجابوا عيال كتير، بس دول مش ولاد الموعد. فهو عايز يقول ان مش كل ولاد ابراهيم يتحسبوا، ومش كل الاسرائيليين يبقوا اسرائيليين، فبيشبه دي مع دي، بيقول ابن الموعد بس، عشان كده باسحاق يدعى لك نسل، ليس اولاد الجسد هم اولاد الله، بل اولاد الموعد يحسبون نسلا، ده حسب الجسد وده حسب الموعد. فاحنا أولاده بقينا أولاد إبراهيم بحسب الموعد، إن إحنا كل من هو من إيمان إبراهيم يصير ابن إبراهيم. أنا كلمة الموعدية هذه أنا آتي، بيحكي اللي حصل وقتها، أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابن، ده لما زاروا ربنا مع اتنين ملائكة وإبراهيم وكلهم. فهنا ده كان الموعد أهو، إن أنا أجي لك السنة الجاية وتكون سارة معها ابن. ليس ذلك فقط، برضو راح ناحية رفقة، رفقة خلفت كم واحد؟ توأم
صح كده؟ رفقة مرات إسحاق خلفت مين؟ عيسو ويعقوب، تمام؟ عيسو ويعقوب. بس في واحد هو خد البركة، يعقوب خد البركة من عيسو. عيسو كان الكبير برضو، ده نموذج سيء لواحد في إيديه البركة ويستهين بيها ويبيعها ويرميها بأبخس ثمن، فما يستاهلش ياخد البركة. طيب أنت مش هتاخدها، غيرك هياخدها. أنت فكرك إيه؟ أنتوا ما قابلتوش المسيح، غيركوا هيقبل المسيح. فيعقوب اللي خد البركة لأنه بيدور على البركة، باحث عن البركة، طول عمره بيدور على البركة، ويمسك في ربنا ويقول له لا أتركك إن لم تباركني. في ناس بتدور على البركة وفي ناس مش في دماغها، يقول لك مش فارقة معايا. مش فارقة يعني إيه؟ طب هتضيع منك نصيبك من البركة، هيروح هياخده غيرك. ها؟ في ناس كده يبقى الإكليل بتاعهم ياخد واحد تاني ويضيع منهم الإكليل بتاعهم، يضيع منهم نصيبهم من البركة. فرفقة برضو بيقول وليس ذلك فقط، بل رفقة أيضا وهي حبلى من واحد وهو إسحاق أبونا، لأنه وهما لم يولدا بعد ولا فعل خيرا أو شرا لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار، ليس من الأعمال بل من الذي يدعو. هنا بيأكد على حتة الدعوة الإلهية، قيل لها أن الكبير يستعبد للصغير. طبعا دي بعلم الله السابق أن الكبير هيستعبد للصغير، كما هو مكتوب. دي جت بعد ما عاشوا بقى، أحببت يعقوب وأبغضت عيسو، دي جت بعد ما عاشوا بقى. ودي جت فين؟ حد يقول لي نبوة ايه؟ النبوة دي جت فين؟ دي ملاخي بالظبط، ملاخي واحد من عدد 2 و3، أحببت يعقوب وأبغضت عيسو، لأنه يعقوب أحب البركة وأحب ربنا، وعيسو اختياراته كلها كانت سيئة جدا، بعيد عن سكة ربنا وبعيد عن سكة البركة وبعيد حتى عن رضا بابا ومامته، كل اختياراته كانت سيئة جدا اختياراته، ويعقوب اختياراته كانت البركة. وإسماعيل كانت اختياراته يعني، بس إسماعيل ما كانش في القصة أصلا، لكن يعقوب وعيسو، عيسو كان من حقه البركة من حقه، لكن اختار طبعا عدس وباع البركة ورماها واستهان بيها. فبعد ميلادهم وسلوكهم في الحياة، نعم مظبوط. لا هي الفكرة، بس أنا عايز نفصل بين تو تراكس كده، بين مسارين. المسار الأول المعرفة الإلهية، المعرفة الإلهية دي ثابتة مش متداخلة في العلاقات معنا، دي معرفة ثابتة. هو عارف الماضي وعارف المستقبل وعارف الحاضر وعارف كل، هو عارف، هو شايف كل حاجة حاضرة قدامه لأنه هو مش في الزمن. لكن في بقى التراك الثاني أو الخط الثاني، تعامله معانا بقى، بيدي فرص للكل، يحب الكل، عايز خلاص الكل، بيدعو الكل، مين بيستجيب؟ دي بقى تتوقف علينا إحنا، وهو ما بيتدخلش فيها، يعني مش بسابق معرفته بيتدخل في إرادتنا، مش بسابق معرفته بيوجهنا ويطرد ده ويجيب ده ويبعد ده ويقرب ده، لا لا، سابق معرفته ده خط لوحده، ده خط، ده في معرفة الله الكاملة. لكن لما بيتعامل معانا بيحبنا كلنا، هو عارف الفاينل ديستنيشن بتاع كل واحد، عارف النهاية، لكن هو بيتعامل معانا بكل حب، يدي الفرص للكل، يدي نصيب من البركة للكل. في واحد بياخد نصيبه وفي واحد بيهمل نصيبه، في واحد بيرفض نصيبه وبيحتقر نصيبه. يعني عيسو لما باع البكورية، التعليق في الإنجيل يقول لك إيه؟ فاحتقر عيسو البكورية، احتقرها
وباعها بثمن بخس، مجرد انه جعان عايز ياكل هات لي طبق خلاص. احنا اتفقنا ان هو عارف دي ما ندخلهاش في العلاقات بقى، دي عارف دي ما ندخلهاش في المعاملات والعلاقات، لان هو مش بيتصرف على اساسها، هو بيتصرف على اساس حبه وعدله. ايه رايك كده؟ وضحت؟ هو عارف طبعا، لكن لما بيجي يتصرف مع البشر بيتصرف على اساس ايه؟ حبه ليهم لانهم خلقته، وعدله الكامل. واضح؟ معرفته دي ده موضوع مفروغ منه ومعروف، بس ما بي مش على اساسها بيعامل واحد بشكل افضل من التاني، لا بيعامل الكل بنفس المعيار. خلاص؟ ادي عيسو وادي يعقوب، اثنين من بطن واحده، وواحد منهم كان له البركه وللاسف رفض وما خدش البركه. فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما انه اختار في واحد ولا حب واحد؟ لا طبعا، حاشا، لانه يقول لموسى اني ارحم من ارحم واترأف على من اترأف، انا حبي للكل وبدي للكل، بس اللي يتجاوب معايا ياخد. فاذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، وهنا بيتكلم على سعي اليهود للتبرير بالناموس. يقول لك انا هعمل كده، صوم مرتين في الاسبوع، اعشر كل ما اقتنيه، اتبرر. لا، ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، هو ربنا اللي بيرحم، هو ربنا اللي بيترأف، هو اللي بيدي النعمه. واضح؟ زي العشار. فإذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل الله الذي يرحم. لأنه يقول، وراح حاطط هنا المثل بتاع فرعون. مثل فرعون ده ربنا طول باله عليه جدا جدا جدا، ومع ذلك فرعون ما استفادش بطول الأنا دي، وما تابش، ولحد الآخر ما تابش، لحد لما هلك. لأنه يقول الكتاب لفرعون: إني لهذا بعينه أقمتك لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. فإذا هو يرحم من يشاء ويقسي من يشاء. فستقول لي لماذا يلوم بعد؟ لأن من يقاوم مشيئته. قبل ما أكمل، يقسي من يشاء، أنا الحقيقة بشوفها بتيجي في الآخر خالص، بعد ما الإنسان يرفض 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 يرفض، وكل الفرص اللي ربنا عطاها له يحتقرها، فيقوم ربنا يروح خاتم عليه. يعني ربنا واقف على الباب يخبط، وده قافل متربس من جوه، يخبط 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 مرة واثنين وعشرة ومية: حبيب، السكة اللي انت ماشي فيها غلط، الوضع اللي انت فيه ده هتهلك. يفضل رافض 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 رافض. امتى بقى ربنا يقسيه؟ في الآخر خالص، يقول لك غلظ قلوبهم، تلاقي ربنا راح قافل عليه من بره بقى، ختم عليه، قفل عليه من بره خلاص. فيبقى قلب جامد مش قادر يتوب حتى، حتى لو قدامه الموت بس مفيش حاجه بتتحرك. فهو بيرحم من يرحم ويقسي من يشاء، يقسي بس بعد ما الانسان يستنفذ كل فرص التوبه والدعوه للتوبه ومراحم ربنا اللي معروضه عليه وأبواب ربنا المفتوحة لي، هو بيرفض، فتنتهي بأنه يرحم من يشاء ويقسي من يشاء. فهنا طبعا حد بقى يمسك في دي ويقول إيه؟ طيب إذا كان هو بقى بيقسي يبقى هو بيظلم، يبقى هو بيفرق بين الناس وبعضها، يبقى هو عنده محاباة، يبقى إيه؟ لا. فستقول لي لماذا يلوم بعد؟ لأن من يقاوم مشيئته، إذا كان هو محدد لكل واحد حاجة سكة يمشي فيها، يبقى خلاص، يبقى الإنسان مسير. بل من أنت؟ أول حاجة راح ردد عليه، راح ردد رد إيه؟ يعني عايز يقول له أنت شفهمك. بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجبل تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا؟
أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان؟ نفس الآنية الخزفية دي ممكن نعمل منها مثلا زير مية، وممكن نعمل منها زهرية ورد جميلة، وممكن نعمل منها مثلا مكان نحط فيه الزبالة. هي نفس المادة. طيب، فربنا هو اللي بيخلق، لكن حتى الإناء ده القديس بولس الرسول برضه في تيموثاوس الثانية يقول إن طهر أحد نفسه يكون إناء للكرامة وصالحا لكل عمل صالح. يعني الإنسان هو اللي في إيده، ربنا خلقه إناء كويس، لكن ممكن حسب ما هيملى الإناء ده هيملاه شر ونجاسة وكراهية وكبرياء وشهوات عالم. الإناء ده هي إيه؟ هيتحول إلى إناء للهوان، صح كده؟ طب لو ملا كلمة ربنا، لو ملا بالمحبة، لو ما هيتحول إلى يبقى إناء للإيه؟ للكرامة. يبقى حتى الإناء للكرامة أو للهوان ده باختيار الإنسان، لأن يعني هو اللي إنسان بنفسه هو اللي بيجيب ويحط جوه الإناء بتاعه. عناية مفتوحة على إيه؟ وداني مفتوحة على إيه؟ فكري مفتوح على إيه؟ بيدخل إيه؟ هبقى إناء للكرامة أو بعيد عننا إناء للهوان. فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بآنات كثيرة، آنية غضب مهيئة للهلاك. يقصد مين هنا؟ واحد زي عيسو، بس هو يقصد هنا أكتر فرعون. آنية غضب مهيئة للهلاك احتملوا بطول أناة، احتمل بآنات كثيرة، ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فدعاها للمجد التي أيضا دعانا نحن إياها. جه بقى رجع على الموضوع إن إحنا مدعوين نبقى آنية رحمة أو آنية كرامة التي أيضا نحن دعانا نحن إياها، ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضا، كل الناس لا تؤمن بالمسيح، كما يقول في هوشع أيضا سأدعو الذين الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة. دي في السبعينية، مش واضحة في العبري أوي، دي موجودة في السبعينية في هوشع اثنين. ويكون في الذين ليسوا شعبي لهم الأمم، والتي ليست محبوبة هي برضو كنيسة الأمم في العهد القديم، تصبح محبوبة في العهد الجديد. ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي أنه هناك يدعون أبناء الله الحي، دي موجودة برضو في هوشع. وإشعيا يصرخ من جهة إسرائيل، وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص، يعني حتى لو هم عدد كبير لكن اللي يتفضل منهم هيخلصوا، دي فيها رجاء لشعب إسرائيل، لأنه متمم أمر متمم أمر وقاض بالبر، لأن الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. يعني دايما حكم ربنا حكم بار وعادل، يتمم كل حاجة ويقضي بالبر. وكما سبق إشعياء فقال لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا لصرنا مثل سدوم وشابهنا إيه؟ عمور. فطبعا البقية دي اللي هي المجموعة اللي قبلت المسيح وكانت نواة الكنيسة الأولى، دي المجموعة اللي فيها، لكن الباقيين كلهم هلكوا، الباقيين كلهم ضاعوا بعيد عن ربنا. فماذا نقول؟ إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر، البر الذي بالإيمان، ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس، مجرد فرائض كده، لكن فيش اتكال على ربنا، فيش حب لربنا. فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة، ده اللي هو اللي تنبأ عنه داود في المزمور، حجر عثرة أو حجر صدمة، اللي هو السيد المسيح نفسه، كما هو مكتوب ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة،
وكل من يؤمن به لا يخزى. يبقى الناموس مش الناموس ليس بصالح، لكن لأنهم لما جم ينفذوا الناموس نفذوه بغير إيمان. فالناموس صالح، لكن اللي بيستخدمه بغير إيمان هيكون نفس الناموس ده حجر صدمة لي وحجر عثرة لي، وهيدان بسببه، وهيدان إيه بسببه. احنا كده خلصنا الإصحاح التاسع، هو هيكمل في الموضوع، فإن شاء الله نكمل المرة الجاية. وعشان وقتنا برضو هنأجل التعليقات الحلوة بتاعت القديس يوحنا ذهبي الفم، ناخدها على بعضها إن شاء الله. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، أمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. يا ربنا الحبيب يسوع المسيح، من كل قلوبنا نشكرك أنك يا ربي اخترتنا قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم أمامك في المحبة. اخترتنا يا ربي ووهبتنا مواعيد عظمى وثمينة نصير بها شركاء الطبيعة الإلهية. أشكرك يا رب لأنك عطتنا المجد الحقيقي، مجدك يا رب، أعطتنا التبني، أعطتنا عهد جديد بدمك. أشكرك يا رب لأنك بتدينا بركات يومية، ادينا نعمة ان احنا ناخد نصيبنا من البركة يا ربي، ونكون منتبهين وبنسعى باجتهاد يا رب، نسعى باجتهاد يا رب علشان ما يضيعش مننا أبدا نصيبنا السماوي، ولا يأخذ أحد مننا إكليلنا أبدا يا رب. دينا نعمة إن احنا نكمل أيام غربتنا على الأرض بسلام، حتى نتكلل بفرح ومجد سماوي معاك إلى الأبد. بركة أمنا الست العذراء، بركة كروزنا مريم مرقس، كل مصاف قديسيك، استجبنا عندما نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وزنا الذي للغد أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.